بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. مشاهدينا في باقة أفكار، النهاردة هنعمل مع بعض صنف بسيط جدا كلنا بنحبوه، اللي هو الشريك. المقادير بتاعتنا كيلو من الدقيق، والمج اللي احنا بنعاير بيه ممكن بده، ده موجود في كل بيت، بيساوي حوالي 8 من المج ده او الكوباية دي. وباخد نص كوباية سمنة عليها زيت، مع بعض يساوي 3/4 الكوب. وباخد معاهم نص كيلو لبن. نص كيلو لبن انا بحط عليه ملعقة كبيرة من خميرة البيرة، وكوباية من السكر بنفس المعيار. بقلبهم مع بعض وعجنهم. بعد العجن احنا بنتركها للتخمير، وهنشوف ده ازاي مع بعض. هنعجن دلوقتي خطوة خطوة. كده احنا بنضيف اللبن، ندوب فيه السكر والخميرة، زي ما قلنا نص كيلو لبن وكوباية سكر وملعقة كبيرة من خميرة البيرة وسنة ملح. العجينة طبعا طرية، ما هيش عجينة قاسية او جافة. بخدم العجينة شوية بسيط بحيث يحصل تداخل وتجانس لكل المكونات مع بعض. اختفى الدقيق تماما، واضح ان العجينة بقت كويسة. كده بقى هنضيف كمية قليلة خالص من المية، احتاجناها ملعقتين يعني. كده احنا وصلنا للمستوى اللي احنا عايزينه من لين العجينة، واضح القوام طبعا في ايدينا. بعد كده هنضيف المادة الدهنية اللي هي متكونة من السمنة والزيت مع بعض، وقلنا دي مقدارها كوباية الا ربع مع بعض هما الاتنين. هندخل كل الكمية دي في العجينة. النتيجة ان شاء الله هتبهركم، لان الكيلو دقيق ده بيعمل اكتر من 50 قطعة. هنشوف ده مع بعض.
زي ما شايفين كده بيحصل تداخل للمادة الدهنية مع العجين، ولما نحس ان في تجانس بين الاتنين تماما هنترك العجينة بالتخمر. خلصنا، ابتدينا المرحلة الثانية في طريقة عمل الشريك. احنا دلوقتي هندهن الصاج دهان خفيف جدا، ده شكل العجينة بعد ما اختمرت. واضح ان هي وصلت لحجم او فوليوم كبير قوي ملا الحلة. هنقطع دلوقتي ونشوف هنعمله ازاي. احنا بناخد قطعة صغيرة ده حجمها تقريبا في حجم وحدة الليمون الكبيرة. هنقطع كل الكمية كده ونرجع لكم تاني بعد التخمر، لان احنا هنتركها ربع ساعة للخمور مرة تانية على الصاج، وبعد كده ندهن الوجه بتاع كل واحدة بالبيض ونرشه بسكر وسمسم، وتترك كده الخمور وبعد كده ندخلها الفرن. هنشوف بسم الله الرحمن الرحيم. دي المرحلة الثانية بعد ما اكتمل الخمور ودهنا الوش بالبيض ورشينا عليه سمسم وسكر قليل جدا. مشاهدينا في باقة افكار كده احنا وصلنا للمرحلة الاخيرة، ودي الشريك بعد ما خرج من الفرن. ده الكمية اللي طلعت عندنا اهي، كل ده
من المقدار اللي احنا عملناه اللي هو عبارة عن كيلو دقيق. اداني صاج فيه 5 في 5 25 قطعة، و2 صاج كل واحد فيه 20 قطعة، كده يبقى 40 و25، 65 قطعة شريك من كيلو من الدقيق، وخفيف جدا. وأتمنى إن هو يعجبكم وتجربوه، وما تنسوش تشتركوا بالقناة عشان يوصلكم كل جديد، وتفعلوا الجرس ولايك وشير. شكرا لكم، وإلى اللقاء في منتج جديد. السلام عليكم. رؤي.